أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أصحاب الجلالة والسمو، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود بداية أن نعرب عن بالغ اعتزازنا وتقديرنا للجهود الكبيرة والمباركة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين في توحيد الرؤى والمواقف وفي تعزيز العلاقات وتنمية الشراكات لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وبمد يد التعاون للدول الحليفة والصديقة لحفظ مصالح دول المنطقة وشعوبها واستدامة نمائها ورخائها. ومن دون شك فإن هذه القمم الثلاث تنعقد في ظل ظروف سياسية معقدة تتطلب تكثيف جهودنا المشتركة لتجنيب المنطقة من تداعيات الصراعات والأزمات الإقليمية والدولية بآثارها الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد منجزاتنا وتؤخر من سيرنا نحو المزيد من